بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. 576 And from his narration on the authority of Ibn Abbas that he said in the interpretation of Allah's saying, Ha. Mim, Ha. Mim, he says, he has already decreed that which will happen, i.e. he has shown it. By the scripture that maketh plain, and he swore by the scripture which makes plain that that which will happen has already been decreed, i.e. it is plain, it is also said Allah swore by the, Ha, and, Mim, and also by the scripture which makes plain the commands and prohibitions, the lawful and unlawful. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء
إن هؤلاء ليقولون A mercy, a blessing, from thy Lord, to his slaves, i.e. sending messengers with scriptures to them is a blessing from their Lord. Lo! He is the hearer, of the saying of the Quraysh when they said, Our Lord relieve us of the torment, the knower, of them and of their punishment. Lord, Creator, of the heavens and the earth and all that is between them, of created beings, He is Allah, if you would be sure, if you believe in this. There is no God, there is no Creator, save Him, who created the heavens and the earth. He quickeneth, for the resurrection, and giveth death, in the life of the world, your Lord and Lord of your forefathers, your Creator and the Creator of your forefathers before you. إن هي إلا موتتنا الأولى إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون Then they will say our Lord relieve us of the torment, remove from us hunger. Lo! We are believers, in you as well as in your messenger and scripture. How can there be remembrance for them? How can they take admonition or repent if we were to remove the torment from them? And it is also said, How can they take admonition or repent if we were to destroy them at Badr? And it is also said, On the day of judgment, when a messenger, Muhammad, making plain, the truth, in a language they understand, had already come unto them.